ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. دلوقتي جه وقت مفاجأتنا، معانا ومنورنا واحد من نجوم وكباتن فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، قاد منتخبنا الوطني في بطولة العالم الأخيرة واللي بسببها قدرنا إن احنا نكون من أهم 16 منتخب على مستوى العالم. نجمنا النهارده لعب في دوريات أوروبية مختلفة، تركيا، بلجيكا، إيطاليا وأسبانيا، سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، شارك في بطولتين عالم للناشئين وثمان بطولات عالم للكبار وثلاث بطولات كأس عالم للقارات، وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى. أما مع الأهلي حقق كل البطولات سواء دوري كأس أفريقيا، معجون بحب الأهلي، عارف ومقدر معنى اللعب بالفانلة الحمراء، عاشق من عشاق الشياطين الحمر. هنتكلم معاه عن تفاصيل كتير جدا عن مشواره وحياته جوه وبره الملعب، لكن تعالوا نشوف مين معانا النهارده ونرجع تاني. زي ما شفنا مشرفنا النهارده الكابتن محمد البالي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر للتنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن، وفي البدايه بنبارك لك على تجديدك مع النادي الاهلي، وعايزين نعرف خد منك وقت التجديد ولا كالعاده يعني كل اللي بيجددوا مع النادي الاهلي ما بياخدوش اي وقت، في سيطره. ربنا يخليك، بشكركم الاول على المقدمه الجميله والكلام الجميل ده، وببارك لكم على البرنامج الجديد، ومبسوط ان انا في قناه النادي الاهلي انا عايزه هدوءك ده ما يبقاش حاضر. واسم البرنامج عجبني جدا بصراحه، الحريفه. لا خدت بالك من اسم الفقره؟ هو اسم الفقره طبعا، يعني 2 على 1. 2 على 1 ربنا يستر. ما خوفتكش شويه؟ لا لا ان شاء الله خير. وبالنسبه للتجديد طبعا الحمد لله، يعني ما اخدش وقت، يعني كالعاده بقى لي 20 سنه في النادي الاهلي، مش فاكر كام تجديد بالظبط، بس الحمد لله يعني جدا. عايزين نتكلم بقى عن تنس الطاولة، احنا عندنا حوالي 2000 لاعب، شايف ازاي نقدر ان احنا نزود شعبية الرياضة دي، ازاي نقدر ان احنا نزود القاعدة الجماهيرية ليها وقاعدة اللاعبين كمان؟ اتمنى والله، انا قبل كده اتكلمت في الموضوع ده، اعتقد ممكن وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية مع الاتحاد المصري يقدر ان احنا نرجع اللعبة تاني للشوارع، وممكن تبقى في المدارس وفي مراكز الشباب يعني. وانا طلعت من كده، انا طلعت من الشارع، فاتمنى من الناس المسؤولين يعني اللي هم يرجعوا اللعبه تاني، واللعبه كانت جماهيريه في فتره من الفترات، اتمنى ان هي ترجع تاني تبقى جماهيريه. عندنا يعني بطوله الانديه العربيه في استاد القاهره ان شاء الله من 25 ديسمبر ل 31 ديسمبر، اتمنى ان شاء الله للجماهير، نفس الجماهير تيجي زي ما بتروح الهاند بول والفولي والباسكت، اتمنى اللي هي تدعمنا. فاللعبه يعني زي ما انا قلت لك اللي هي عايزه تبقى من المسؤولين، يبقى فيه اهتمام اكبر في المدارس وفي مراكز الشباب، وترجع الشوارع تاني، اختفت بقى لها فتره كبيره جدا، فده اللي هيخلي فيه لعيبه كتير جدا زي ما الصين بتعمل، بس طبعا مع فرق الامكانيات. الصين بيبقى عندهم مدارس، احنا رحنا معسكرات كتير زمان في السنين اللي فاتت، هم عندهم مدارس بيبقى اللعيبه دي بتروح بس تعيش في مدارس، بتدرس بس تنس طاوله وبتلعب تنس طاوله، حياتهم وشغلهم بتبقى تنس طاوله بس، يعني ما بيشوفوش اهاليهم، مش بيبقى في شغل اعتقد، ولا في تعليم ولا في الكلام ده، فعشان كده هم فارقين جدا، وبقى اللعبه الاولى الشعبيه الاولى في الصين تنس طاوله، فعشان كده هم مميزين جدا يعني. ده نوع من انواع الاستثمار الرياضي، انه تاخدي رياضه تعرفي ان مثلا انت عندك في بلدك الرياضه دي عندك ناس كتير شاطره فيها، فتاخدي فتعملي اللي محمد بيقول عليه ده. فده بيدر هي رياضه يعني هي رياضه شعبيه اللي في الصين الاولى. فهم عشان كده متطورين وعندهم امكانيات رهيبه يعني. فاحنا عشان نقرب شويه لازم الحاجات اللي انا قلتها دي ان شاء الله تحصل في مصر. ويمكن كمان فترات التدريب، هم هناك فترات التدريب بتاعتهم مختلفه تماما عننا. طبعا بيتمرنوا كتير، احنا كنا زمان كنا بنروح كنا بنتمرن 9 ساعات يوميا. يعني 3 فترات دي ما بتحصلش. 3 فترات بتمرن فتره الصبح وفتره بعد الظهر وفتره بالليل. احنا هنا بتمرن فترتين ونبقى كده. بالظبط. فانا عشان كده بقول لك هم متفرغين تفرغ تام لتنس طاوله. احنا عندنا هنا في ناس ساعات بتشتغل طبعا، يعني كنا بندرس وحاجات كتير غير تنس الطاوله، فهم يعني هم مركزين بس في تنس الطاوله، فعشان كده هم مميزين جدا يعني. بطوله العالم الاخيره للمنتخب كنت كابتن المنتخب، كانت مهمه صعبه جدا عليك، كلمني طبعا عليك. يعني كنت اول مره، يعني انا شاركت قبل كده في بطولات عالم كتير، كان يوسف وشومان وشادي كان اول مره يشاركوا، بس انا كنت اول مره ابقى كابتن فريق
في غياب طبعا كابتن احمد صالح وكابتن سيد لاشين بطل دوري وعمر عصر برضو ما شاركش. فالحمد لله يعني اللي احنا كلنا كنا على قد المسؤوليه، كنت على طول بكلم اللعيبه بحفزهم دايما بحمسهم، والحمد لله عملنا يعني دخلنا دور 16 اول مره في تاريخ مصر نقدر يعني نعمل الانجاز ده يعني الحمد لله. الحمد لله. وانت في المنتخب وانت كابتن المنتخب، هل قابلك موقف معين مثلا فاكره مع اللعيبه؟ وانت شخصيه القائد مختلفه عن لو انت لاعب فقط، احكي لي عن الفرق بين الاثنين دول، لو في موقف معين فاكره مع حد من اللعيبه. الموقف اللي انا فاكره اللي احنا كنا قبل ما نسافر خالص قبل البطوله، كان الموضوع صعب جدا علينا زي ما بقول لك، يعني غياب عمر عصر وكابتن احمد صالح وخالد عصر، فالفرقه برده ما كانتش كامله، فما كناش عارفين المجموعه اللي هنلعبهم مين. فاول ما رحنا لقينا المجموعه كانت كوريا وتشيك والسعوديه وكندا، فكلمت مع اللعيبه اللي دي فرصه، شايف اللي احنا نقدر اللي احنا نعدم المجموعه ونسطر التاريخ يعني لينا كلعيبه، اللي احنا نقدر ندخل دور ال 16 والكلام ده، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا طموحنا ما كانش ابعد حاجه، فعشان كده وصلنا للموضوع دور ال 16 وخسرنا، يعني ما كانش فيه ريكفري كفايه، ما كناش مصدقين شويه اللي احنا ممكن كنا نبعد ونقدر نكسب هونج كونج. فان شاء الله الفتره الجايه نقدر نعمل كده. دي الحاجه الوحيده اللي انا قدرت اول ما عرفنا المجموعه انا وكابتن ماجد عاشور وكابتن عماد مصلحي واللعيبه اتكلمنا فيها، والحمد لله اللي احنا قدرنا اللي احنا نقدر نعمل اللي احنا كنا عايزين نعمله يعني. لكن مفيش لعيب جه قال لك لا انا مثلا مش عايز العب، انا خفت، انا من الحاجات المواقف المعينه الاسترس اللي بيبقى على اللعيبه ده؟ لا بالعكس والله، كان يوسف وكان شومان وشادي زي ما بقول لك كان على قد المسؤوليه، والحمد لله انا كنت معاهم، وكان كابتن ماجد وكابتن عماد كانوا على طول بيتكلموا معانا، وكابتن احمد رضا كان رئيس البعثه. وانت فعلا ذكرتي قلتي حاجه مهمه جدا في لعبتنا، واعتقد في كل الالعاب موضوع الضغط ده اصعب حاجه في لعبتنا، موضوع الضغط. فقدرنا الحمد لله بالكلام الكتير يعني قدرنا بالظبط نتخطى الموضوع ده. كلنا يمكن شفنا اللي حققه لاعبنا عمر عصر، فده مخلي عندنا امل في اولمبياد 2024 في باريس. طبعا يعني عمر اسطوره قدر اللي هو يحقق في طوكيو مركز خامس، ده بالنسبه لنا ما كانش انجاز، ده كان اعجاز اللي هو قدر اللي هو حقق الموضوع ده، يعني كان قاب قوسين او ادنى يعني اللي هو من تحقيق الميداليه لو ما كانش قابل مالونج اللي هو بطل العالم في الصين، ده حد يعني عامل زي ميسي كده، فلو ما كانش قابله كان ممكن قدر اللي هو يحقق ميداليه. نتمنى ان شاء الله اللي احنا في باريس اللي احنا نقدر نحقق اكتر من كده ان شاء الله. الناس كتير بتفكر يعني، انا عايز اعرف انت بتعمل ايه جنب التنس، يعني انت بتشتغل بتعمل حاجه تانية ولا لا؟ لا مش بشتغل، ومبسوط ان انا متفرغ بس لتنس الطاوله زي ما كنت بحكي لك دلوقتي، اللي انا بحاول على قد ما اقدر انا اقرب شويه من اللعيبه اللي بره، فعشان كده الحمد لله اللي تلاقيه التفرغ ده هو اللي محقق لك يمكن جدا. ده طبعا يعني، وانا مبسوط بيه، مبسوط بشغلي يعني حبه، ومبسوط ان انا مش بشتغل اي حاجه غير تنس الطاوله عشان اقدر ان انا ان شاء الله احقق اكبر حاجه ممكنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو ده مهم، هي الرياضه في العالم كله هي وظيفه واحده، يمكن بالزبط. احنا عندنا شويه في بعض الرياضات بيبقى صعب على اللاعب ان هو يمارس الرياضه بس، بيبقى محتاج ان هو يبقى عنده شغل تاني. خلينا نرجع لعمر عصر، وواحد من المواقف الانسانيه مع عمر عصر واللي كتب عنك بوست اتكلم عن ده، وكان في هقول لك في نهائي كاس افريقيا بالظبط في نيجيريا، صح في كده؟ نيجيريا. احكي لنا عن الموقف ده. والله انا لعبت مع عمر سيمي فاينل البطوله دي وخسرت من عمر، وعمر كان هيلعب ارونا، وانا الفتره دي كنت تعبان شويه، فعمر طلب مني ان انا بالظبط اسخن معاه واتكلم معاه والحاجات دي. ممكن نقرا الكلمه اللي قالها في حقك دي؟ احقاقا للحق كلمه ولازم اقولها، كل كلمات الشكر مش هتبقى كفايه لمحمد، وزي ما بحب اقول له بيبو الراجل بعد بطوله الزوجي مرضيش ينزل مصر علشان يبقى معايا ويساعدني، بينزل يسخن معايا ويتمرن معايا في الوقت المباريات فيه مش مذاعه، وكان صعب حد يعرف نتيجه المباريات. بيبو كان بيبلغ فريق العمل معايا نتائج البعثة كاملة لحظة بلحظة علشان الصورة توصل كاملة في مصر. ليك في الميدالية أكتر مالية يا صاحبي. يا صاحبي. هي البطولة دي كانت بحر متوسط، بس هي الصورة كانت كأس أفريقيا، يعني احنا المرتين كنا مع بعض كأس أفريقيا، أنا خسرت منه السيمي فاينل، وفي الفاينل برضو قبلها كنت بسخن معاه، وفي البحر المتوسط بعد ما خسرنا ميدالية الفرق هو يعني اخذ ميداليه في فرد الحمد لله، وانا كنت موجود معاه وكنت برده بسخن معاه برده كل يوم، وكنت على طول بكلمه وكده عشان برده
يعني ميداليه لمصر بتبقى ميداليه لينا كلنا يعني. احكي لي الموقف بتاع مصر اللي انت كنت بتحكيه قبل ما البوست ينزل. بالظبط انا كنت تعبان شويه، كنت خلصت بطوله الفرق انا وكابتن احمد صلاح وكنا قاعدين مع عمر، فكان خلاص يعني هو الوحيد اللي مكمل في الفردي، فدورنا كلنا اللي احنا نسانده ونشجعه ونحمسه ونسخن جنبه لو محتاج اي حاجه، والحمد لله اللي هو قدر اللي هو يحقق الحمد لله ميداليه فضيه لمصر يعني الحمد لله. اعتقد انه الروح اللي بتبقى موجوده بين اللعيبه اهم بكثير من المهاره. طبعا لان الروح دي هي اللي بتخليك تكسب وبتخلي اللي مش قادر يقدر عشان اللي جنبه بيديله الدعم طبعا الكامل او الدعم المعين. طيب طبعا خلينا دلوقتي بقى نروح للمحترفين. تمام. المحترفين في تنس الطاوله احنا عندنا عدد كبير من المحترفين، عايزك تكلمني عن رايك في موضوع الاحتراف في تنس الطاوله. فارق معانا جدا 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 يعني، تتخيليش ازاي لو حتى تتذكري مباراه ادخلكم شويه في الكوره بس، المغرب واسبانيا، انت شفتي ياسين بونو مثلا الثقه اللي هو فيها، هو بيلعب في اشبيليه كل يوم بيشوف اللعيبه دي اصلا في الدوري الاسباني، مفيش رهبه فمفيش خوف، عنده ثقه في نفسه جدا. نفس الكلام اشرف حكيمي كل يوم بيشوف معاه في التمرين ميسي ومبابي ونيمار وديماريا، فداخل برضه يشوف بثقه. دي بقى انا شرحت لك بس الموقف ده عشان احنا الحمد لله انا دلوقتي في الدوري الاسباني، وقبلها كنت في التركي وفي البلجيكي وكنت في ايطاليا، انا كل يوم بلعب اللعيبه دي، فانا ما عنديش رهبه. بالظبط نفس الكلام عمر عصر بالنسبه لنا عامل زي محمد صلاح يعني في لعبتنا، بيلعب لعيبه قويه جدا. نفس الكلام خالد عصر، احمد كابتن احمد صالح، محمد شومان، يوسف عبد العزيز، شادي مجدي، فالموضوع مهم جدا وفارق معانا، وده بيدينا يعني حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر. طبعا بيديكوا تقل طبعا جدا يعني. كل ما بتقابل البعبع ده بالزبط. يعني فاهمني، فما بيبقاش بالنسبه لك بعبع، انت كل يوم بتتمرن جنبه او بتلعب ماتش معاه. ودي الحته اللي بقول لك عليها برضو، اللي انا متفرغ ليه عشان لو انا بشتغل او كده تبقى صعبه جدا، فعشان كده انا متفرغ لتنس طاوله، فقادر ان انا يعني اوفق ما بين الاحتراف والنادي والمنتخب والكلام ده. خلينا نرجع ورا شويه وبدايتك، وانت بدايتك كانت من المنصوره. وعايزه اعرف مين كان صاحب الدور الاكبر ومين اللي وقف جنبك وشجعك ان انت تكسب. والدي طبعا. بجد؟ والدي ووالدتي طبعا واخواتي وجدي وجدتي الله يرحمهم وخلاني، يعني اهلي كله عامه هم اللي لهم الفضل كله بعد ربنا في السبب اللي انا فيه ده. وانا ابتديت كوره بالمناسبه في الاول، بس الموضوع دخل تنس طاوله كله كان نصيب وكده يعني كان عندي في البيت كل ما كنت برجع على طول بتعور والكلام ده. وزي ما بقول لك موضوع الترابيزه او الترابيزات اللي في الشارع هي دي اللي طلعتني، عشان كده بقول لك الموضوع ده مهم جدا اللي هو يرجع تاني. ونصيب، وابتدى بعد كده ماما بقى اللي هي توديني بعد كده نادي المنصوره بقى ميكروباص، وعارفه انت الحاجات اللي في الاول دي تعبت معايا جدا طبعا. عايزاك تحكي التفاصيل ربنا لان التفاصيل دي مهمه لو في حد بيتفرج ولسه بادئ وحاسس انه مستحيل يوصل. لا مفيش حاجه مستحيله، واولياء الامور دلوقتي لهم دور كبير جدا مع اولادهم، اتمنى ان هم على طول يساندوهم ويساعدوهم. زي ما بقول لك انا لقيت الدور ده على طول من بابا ومن اخواتي ومن ماما، ربنا يديهم الصحه بس اهم حاجه. وبابا تعبان بموضوع الميه ده، فانا عايزك تشربوا ميه كتير. الف سلامه عليك. فربنا يشفيه كده ويعافيه ان شاء الله. امين. في حد من اخواتك ليه في الرياضه ولا انت بس؟ لا يعني اخواتي كلهم كانوا مهتمين جدا بالدراسه، اخويا خريج هندسه والتاني خريج تربيه، فانا الوحيد اللي زي ما بقول لك طلعت يعني نصيب من عند ربنا يعني. ده الفيديو ده معانا. ده وانا بتمرن مع كابتن محمد صبري كان مدربنا في النادي الاهلي. يعني انت وقتك يا كابتن كده كله اليوم تقريبا كله بيبقى ماشي تنس طاوله بتمرن 4 ساعات. انا بقى عشان متفرغ ما عنديش شغل الصبح، بتمرن كل يوم من 7 لـ9 بالليل ما عدا الجمعه، وبتمرن ساعتين الصبح لحد 3 خميس من 11 لـ1. ولما بسافر نفس الكلام اوروبا، في اسبانيا نفس الكلام يعني. اوكي. انت عارف ان انا عمري ما يعني ما استلمت كوره يعني. انت لازم تلعبي. لازم تجربي. هي كلها سرعه محتاجه حد سريع طبعا، وانا عمري ما استلمت كوره صاحبه، كل اصحابي بيعرفوا يلعبوها. لازم تلعبي، وعندنا البنات في مصر مميزين جدا يعني،
كلهم، مش عايز اقول اسماء كتير عشان ما فيش حد يزعل، بس عندنا يعني دينا مشرف وهنا جوده وناس كتير جدا يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. مشوارك اتفضلي يا استاذه. عايزه اقول على حاجه مهمه بجد. النقله من المنصوره للقاهره للنادي الاهلي، احكي لي عن ده. اكيد في النص كانت في حته كده كنت متنح فيها كده. طبعا. ايه اللي حصل؟ كانت صعبه جدا. وشفت كابتن سيد لاشين وهو هنا كان بيحكي لكم، اللي انا قعدت سنه ما بتكلمش. كنت الاول صغير لوحدي، مش بيطلع بالظبط، كنت مكسوف شويه. طبعا نقله صعبه جدا، اللي انا كنت على طول وانا صغير ماما على طول وبابا واخواتي كانوا معايا، فلما اتنقل نقله وانا صغير 2004 اللي انا اجي لوحدي مش صعب، مش سهله، مش سهلة بس قدرت الحمد لله انا اتاقلم وكده والحمد لله يعني. مش فاكر حاجه معينه كده حصلت، مواقف لما جيت من المنصوره للقاهره، لما جيت النادي الاهلي في الاول، موقف معين كده وقفت قدامه اللي هو شويه كانت صعبه شويه عليا من نادي المنصوره للنادي الاهلي. كانت الدخله الاولى كانت في رهبه شويه وخوف وقلق، ده طبيعي. كنت قاعد في الشقه مع سيد وانا صغير على طول، بصراحه كان بيساعدني جدا في حاجات بره تنس الطاوله، كمان وقف جنبي كتير، فالحاجات دي طبعا مستحيل انساها سواء كنت في البيت معاه او في النادي يعني. هم دول الحاجات اللي انا ممكن اكون دلوقتي فاكرها بتفاصيل. مستحيل انساها، ومستحيل انسى كمان زي ما بقول لك سيد، لما كابتن سيد لما وقف جنبي، دكتور علاء مشرف ليه فضل كبير عليا جدا برضو لما جيت النادي الاهلي او الكلام ده، كابتن امجد سليمان من نادي المنصوره للنادي الاهلي. فالثلاثة دول بالتحديد يعني، وطبعا ناس كتير جدا لهم فضل كبير عليا طبعا، بس اسماء كتير، بس الثلاثة دول بالتحديد يعني عمري ما انساهم عشان لهم فضل كبير عليا جدا في تنس الطاوله وبره تنس الطاوله يعني. مشوارك مع الاهلي خدت 13 دوري من اصل 17. ما شاء الله. شايف المشوار ده ازاي؟ وايه الاصعب فيهم؟ ايه البطوله الاصعب فيهم؟ البطوله الاصعب فيهم سنه 2009، عشان احنا كنا من 2004 بنخسر، هم دول الاربع بطولات دي اللي بقول لك. دكتور علاء مشرف كان ساعتها كان كابتن اشرف صبحي وكابتن عمرو رضا، كانوا ابتدوا يبقى في اواخرهم، ابتدى هو يزقنا انا وعمر عصر، وابتدينا الحمد لله من 2009 لحد دلوقتي ما بنخسرش. فاول بطوله هي اللي بتبقى اصعب بطوله، واخر بطوله اللي نادي الزمالك جاب محترف. اوكي. فهم دول اصعب بطولتين دوري لعبناهم يعني. شايف مشوارك ده ازاي؟ يعني ما شاء الله برضو بطولات حلوه يعني. طبعا الحمد لله. يعني بص عليه دلوقتي 17. ده ما شاء الله يا محمد. الحمد لله طبعا. لا اكيد لما بفتكر الحاجات دي ببقى شرف، واكيد ببقى فخور، بس ما بحبش اقف كتير عشان اللي جاي. ما بحبش اقف كتير واتغر يعني. بالظبط. عشان اللي جاي والله، عشان لو فضلت افتكر الحاجات دي ممكن غصب يعني عني، غصب عني شويه اقف شويه واكسل او الكلام ده، لا برمي ورا ظهري ان شاء الله عشان اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. جدع، عارف اللي انت بتقوله ده يعني، يمكن بره بيقولوا عليه يو هاف تو ستي هانجري. بالظبط. انت لازم تبقى انت جعان، تفضل جعان عشان تقدر تنجح. برافو عليك يا محمد. نروح للناشئين. احنا عندنا ناشئين وناشئات كويسين جدا في تنس الطاوله، شايف ازاي ممكن نستغل الشباب دول علشان منتخب مصر، عشان نادي الاهلي، عشان كل الانديه؟ لازم ان شاء الله، وزي ما انا قلت لك كابتن دينا مشرف طبعا كبيره واسطوره والكلام ده، احنا عندنا طبعا رمز دلوقتي ونجمه صاعده يعني بقوه الصاروخ ما شاء الله هنا جوده، وعندنا امثال كتير جدا غير هنا جوده، بس مش متسلط عليهم الضوء. طبعا لازم يبقى في اهتمام شويه اكبر زي ما قلت لك من وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه ان شاء الله والنادي الاهلي ومنتخب مصر. لازم يبقى في اهتمام، في تمرين كتير، في سفريات كتير ومعسكرات كتير، دي اللي فرقت معانا. الاحتكاك طبعا، الاحتكاك الدولي، في بطولات دلوقتي اسمها WTT، هي الحاجات دي برضو اللي خلتنا يبقى عندنا تقل وعندنا خبره. لازم يشاركوا كتير في الحاجات دي، ويبقى في اهتمام ان شاء الله وماديات تتصرف عليهم، وان شاء الله هتلاقي يعني المستقبل لينا لمصر ان شاء الله جاي. عن تجربتك مع هنا جوده في الزوجي لبطوله افريقيا. طبعا يعني اكيد كانت حاجه جميله جدا. اول يعني كنت انا اول مره العب معاها في بطوله افريقيا، كنا اصلا ما اتمرناش مع بعض قبلها ولا سخنا مع بعض ولا اي حاجه، احنا لعبنا صدفه والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد ميداليه ذهبيه. ودي عندي يعني انت مش متخيله في قلبي قد ايه كانت غالية، مهمه وغاليه، وكنت مبسوط بيها جدا قد ايه. هي والميداليه الزوجي برضو مع محمد شومان،
واتمنى ان شاء الله ان شاء الله يعني في المستقبل ان شاء الله نعمل اكتر من كده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن، خلصت فقرتنا دلوقتي، اسئلتنا السهله خلصت. تعالى نطلع فاصل ونسيبك تجهز نفسك علشان نرجع ونلعب مع بعض ان شاء الله. استنونا ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين حلقتنا، ومعانا ومنورنا نجم تنس الطاوله محمد البلي. طب نروح معاكم دلوقتي، هنروح معاكم فين؟ هنروح معاكم فين؟ هنروح للعبه بقى، لعبه احنا الحديد. بص احنا دلوقتي لعبتنا صعبه شويه، تمام، يعني محتاجه ان انت هركز تركز علشان في احكام. ماشي، يعني سيبك من اللي فات، عليا وعليكم ولا عليا؟ لا طبعا، انت بس احنا بنحكم. احنا مذيعات. طيب احنا مذيعات دلوقتي. قدامك بوله فيها اسئله مختلفه، هتسحب ورقه ونشوف السؤال هيبقى هنشوف ايه اللي مكتوب. في ورقه فيها اسئله، فيها ورقه فيها سؤال. عرفت تسال، عرفت تحل على السؤال، تمام. ما عرفتش تسال هنحكم عليك ان شاء الله. ده انا كنت خايف منه بس ماشي، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد حقك يا كابتن سيد. فكرت تمشي من الاهلي؟ لا طبعا، مستحيل يعني. انا بقالي 20 سنه في النادي، زي ما بقول لك ده بيتي يعني بعد نادي المنصوره، وانا دلوقتي عندي 34 سنه. اتمنى ان شاء الله، انا مضيت 4 سنين، ان شاء الله ما تبقاش 4 سنين، واتمنى ان شاء الله انهي مسيرتي بالنادي الاهلي يعني. انا عايزه اعدل على السؤال ده، حتى لو جالك عرض بضعف الفلوس اللي بتاخدها في الاهلي؟ يعني ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده والله. لا اوريدي يعني الحمد لله جالي، بس مستحيل يعني ان انا افكر يعني. حتى في البيت عندي اهلاويه ووالدتي طبعا. لا مستحيل. الاختيار الكسبان يا جماعه. يعني والله العظيم اي حد بيختار الاهلي وجمهور الاهلي كسبان. يلا اللي بعده. لا استني. ايه عايز تعملي ايه؟ مش عارفه، عايز عندي سؤال هنا عايزه اساله. عايزه تسالي؟ مش مشكله. تنازلات قدمتها في حياتك علشان تكمل مشوارك في تنس الطاوله؟ سؤال حلو طلع صعب. ممكن اكون اتنازلت عن حاجات كتير قوي يعني، مش فاكر. بس موضوع الشغل في ايدي، اللي انا ممكن اشتغل بس مش عايز اشتغل عشان تنس الطاوله. وتنس الطاوله حياتي كلها، ويعني اعتقد ان انا بقضي في تنس الطاوله اكتر ما بقضيها مع اهلي. ودي من الحاجات اللي ممكن تكون مزعلاني شويه، بس دي سنة الحياة وده شغلي. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اهتم يعني باخواتي ووالدي وبوالدتي على قد ما اقدر، عشان ساعات بحس في وقت من الاوقات ان انا مقصر معاهم. لا بقى كله الا احساس التقصير ده ان شاء الله. ما انا يعني ما انا ان شاء الله انا مش مقصر، بس عشان بقول لك هي واخده حياتي كلها على طول مع المنتخب والسفر واحتراف ومع النادي. فسنة الحياة اللي انا بقضي وقت اكبر مع اصحابي ومع مدربيني والكلام ده. فدي الحاجتين اللي انا ممكن اكون فاكرهم، موضوع الشغل وموضوع اهلي يعني. ربنا يخليهم لك، وهم اكيد مقدرين ظروف شغلك وكده. ربنا يخليك. يلا ورقه تاني، ويبارك لك. ورقه تاني، عايزه اقرا كل الورق ده. لو في حكم مكتوب في الورقه يا محمد ما تخمش. لا لا ما تقوليش. وانت في نادي المنصوره جالك عرضين، واحد منهم من النادي الاهلي داخل الدوري المصري، ايه السبب في اختيارك للاهلي؟ هو العرضين طبعا كانوا إيه؟ يعني جالي عرضين من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك. لا جالي والله العظيم. لا لا نقول. لا جالي من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك، وانا يعني انا وكابتن امجد والبيت عندي وكده اخترنا طبعا النادي الاهلي على طول بدون تفكير يعني. السبب؟ السبب الاختيارك الاهلي، انا بقول لك اهلاوي من صغري، وانا اصلا بحب النادي الاهلي جدا وبحب الكوره، كان نفسي اصلا اطلع لعيب كوره. انتمائك للاهلي. فانتمائي الاهلي وانتماء البيت كله الاهلي، فده سبب اختيارنا. اتفضل يا فندم. حلو قوي. ورقه اخرى. مفيش ورقه فيها حكم؟ انا مش عارف. الاسئله كلها سهله الحمد لله. يا فرحات، فين الاحكام؟ انت مبلغني ان في احكام. ماما ده عيالي بقى. لعبه مصر بتتميز بيها عالميا كره القدم، الطايره، التنس، لعبه ثانيه. هاند بول طبعا. هاند بول طبعا. تمام. مش حاسه باي صعوبه يا جماعه اللي بيحصل. هو ده اللي متفقين عليه. طب قلب كده، قلب كده، يمكن نلاقي حاجه من كده. اكتر لاعب كنت نازل وخايف منه؟ ايوه اتفضل. يعني الحمد لله يعني بحاول قد ما اقدر ان انا قبل ما انزل اي ماتش مش ببقى خايف من حد. بس احنا عندنا في اللعبه يعني بتوع تنس طاوله هيبقوا فاهمين شويه وانا بتكلم، عندنا لعيبه قطيعه يعني بيلعبوا لعب كده معين بيبقى صعب شويه. ده انا ببقى اكتر لاعب شويه ببقى خايف من القطيعه بس قبل وانا نازل. في اسامي للقطيعه؟ طبعا يعني فيلوس بتاع المانيا وانا قبل كده لعبته،
يعني منتخب مصر ضد منتخب المانيا وخسرت 3-0، ما بحبش العبهم يعني، ببقى انا خايف منهم، اللعيبه القطيعه بس. بس بلعب معاهم حلو قبل كده، كسبت مباريات، بس انتوا عشان عايزين نقول حد، فطبيعي ان بيبقى في لعيبه يعني في بنخاف شويه، فهم اللعيبه القطيعه هم شويه بس. اسمهم القطيعه. القطيعه بتوع تنس طاوله عارفين. اوكي. يلا قلب شويه كمان كده معلش. والله يا محمد انا حاسه ان انت متفق مع احمد طرحات رئيس التحرير. اللي طلعت دي بقى اللي وقعت ده. فين؟ فين يا استاذ فرحات؟ اتفضل. ايه الممتع الاكتر بالنسبه لك، الالعاب الفرديه ولا الجماعيه؟ انا عشان لعبتي فطبعا تنس طاوله، بعد كده الكوره، بس كنت اتمنى الكوره يعني. فعلا. اوكي. طب احنا معانا كوره بس اما نشوف بس هنعمل بيها ايه. كمان ورقه. لما انتقلت الاهلي خدت وقت على ما قدرت تسيب بصمتك عشان كانت الدنيا زحمه وفي نجوم كتير، ولا اسباب تانية؟ والله الحمد لله، لا يعني ما اخدتش وقت كتير، الحمد لله قدرت ان انا اثبت نفسي على طول في النادي الاهلي بعدها بكام سنه، زي ما بقول لك دكتور علاء مشرف الحمد لله لعبنا انا وعمر عصر وقدرنا نثبت نفسنا، ومن ساعتها الحمد لله خسرنا 3-4 سنين في الاول بس طبيعي عشان كنا صغيرين. تمام ما شاء الله المشوار واضح، والحمد لله بعد كده يعني كسبنا يعني، وان شاء الله نكمل المسيره. ما شاء الله. تمام. يلا اللي بعده ان شاء الله اخلص الورق كده. لا احنا هنخلصه، احنا قاعدين ان شاء الله. انت كسبت السيد لاشين اكتر من مره، مين احرف انت ولا هو؟ كسبت اكتر من مره بس هو احرف. طب كمل في لا الورقه بتاعت كابتن سيد لاشين فيها كلام، فيها تكمله. لا والله مش بكذب، لا انت كسبت. انت كسبت السيد لاشين اكتر من مره. كسبت اكتر من مره، ومين احرف انت ولا هو؟ هو. خلاص طب تعالى بقى نشوف الفيديو ده كده كابتن. ماشي. سيد لاشين. الصوره الجايه هي لمحمد البيلي حبيبي. بيبو هو اسمه الدلع عندنا، بيبو من اكتر اللعيبه الموهوبه عندنا في مصر ومحترمه. محترم جدا جدا. وهادي كده ومرتب. حياته مترتبه. هادي زيك، انتوا صحاب. ايوه انتوا صحاب قوي يعني. احكي لنا عن علاقتكم ببعض. على فكره انت لو كابتن محمد لو قعدتي معايا نفس نبره الصوت. لا جميل، هو بيبو ده بيبو ده رهيب، بس يعني لينا مع بعض سنين. اقول لحضرتك كان قاعد معايا في شقه المغتربين، كنت انا وهو معاه، كان هو قد كده، قعدت سنه كامله ما اسمعش صوته. والله ما اعرفش ان هو اصلا بيتكلم وبيهزر وبتاع، لحد ما كان معانا برضو لعيب دلوقتي في امريكا اسمه محمود زغلول. ابن كابتن عز زغلول جاء الشقه قعد معانا، انا كنت بره، جيت الشقه لقيت الشقه مقلوبه ومهرجان. يا بيل انت بتتكلم زينا. بعد سنه. جميل هو محمد، ربنا يكرمه. قلت لك نفس نبرة الصوت. ايوه ايوه. أميرة كانت بتقول لكابتن سيد، كانت بتقول انا بجد. لا بس لا لا بس انا سامعه محمد. صوت اعلى شويه. لسه عند كلامك انه هو احرف بعد طبعا. طبعا ده مثل الاعلى يعني، وزي ما بقول لك هو ساعدني كتير جدا يعني. اول ما جيت النادي واحنا في الشقه حاجات بره تنس طاوله كتير وجوه تنس طاوله يعني، لو حاجات اللي بره تنس طاوله كان ينفع اقولها على الهوا كنت قلتها. وطبعا اسطوره وكده، واتمنى له يا رب يفضل يلعب لاطول فتره ممكنه، وربنا يديله الصحه ان شاء الله. يا رب. يلا نشوف الورقه اللي بعدها. اصعب مواجهه في مشوارك؟ هم على طول يعني مواجهتين بتبقى صعبه، نادي الزمالك في مصر، ولما بنلعب منتخب نيجيريا. منتخب مصر لما بيلعب منتخب نيجيريا. دول بالنسبه لك اصعب مواجهتين دايما؟ طبعا نادي الزمالك ومنتخب نيجيريا. اتفضل. بسم الله. سبت كرة القدم ولعبت تنس طاولة بسبب بسبب على طول كنت بتعور، ووالدتي خايفة عليا وعايزين نلعب لعبة تاني. انت كنت بتلعب في مركز ايه وانت بتلعب؟ يعني ما كنتش لعبت يعني، كنت نفسي اروح نادي المنصورة بس كنت بلعب في الشارع مع اصحابي، وفي ناس كتير صحابي ما شاء الله كلهم بيلعبوا في اندية كورة دلوقتي. بس فالسبب النصيب بقى تنس طاولة. لو رجع بيك الزمن هتكمل وتكون لاعب كورة؟ اتمنى. هنخليك تنطط 20 مرة. انا موافق. يلا اتفضل. 20 مرة هعدهم لك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت قاعد بقى دي صعوبة بقى. لا كمان ان شاء الله. بسم الله. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 جود جيم. 17 حلو. 17 كنت خايفة على وش أميرة بس. لا وجات لي تمام كده الحمد لله، ما جاتش عليا أنا.
شايفه ان انت ترجع تلعب كوره؟ مسيرك الاعلى في تنس الطاوله محليا وعالميا. محليا انا قلت كابتن سيد لاشين. عالميا مالونج. مالونج ده اللي هو الصين. ورينا مهاراتك في كره تنس الطاوله، سهله دي. هو مش محتاج يعني، بس اوكي. عامل زي الكوره. ماشي. 100 بقى. ماشي 100 سهله. لا 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 هنقعد كده البرنامج مش هنعرف نكمل الورق. يعني ممكن لما تقولوا كفايه بقى. لا انا عايزه حاجات اصعب، انت عارف دي انا ممكن. انا عايزه حاجه اصعب لو سمحت. انا ما اعرفش اعمل واحده كده حلوه. ولا انا كده حلوه قوي. ماشي نكمل الورق. اتفضل. ليه اهلك مش قاعدين معاك في القاهره وقاعدين في المنصوره؟ عشان يعني ماما وبابا طول عمرهم واخواتي كمان يعني متجوزين وشغالين حياتهم وحياتهم كلهم يعني هناك، وزي ما بقول لك ماما وبابا متعودين على هناك، فصعب اللي هم يقدروا يجوا يعيشوا دلوقتي في القاهره. وكمان انا مش يعني مش هرضى اللي هم برضو يسيبوا اخواتي، هم اولى بيهم هناك، واخواتي زي ما بقول لك متجوزين ومخلفين، وماما مبسوطه وبابا بالاجواء دي. فطبعا انا مفتقدهم وكل حاجه، بس يعني لا يعني هم مبسوطين هناك. مش عايز تبقى اناني يعني. بالظبط. هو صعب فعلا على الاهل ان هم يسيبوا حياتهم والبيت والشارع يعني. بالظبط، بيبقوا صعب شويه النقله دي، هتبقى صعبه شويه عليهم. صح، مش سهله خالص. التنازلات قدمتها في حياتك عشان تكمل مشوارك في تنس طاوله؟ يعني قلنا جاوبنا على السؤال ده. لو بتلعب الاثنين دول مين اسهل، هنا جوده ولا سيد لاشين؟ هنا جوده اسهل. ليه؟ عشان يعني في الاول في الاخر بنت طبعا، يعني هتبقى لا ايه ده؟ ستوب. ايه ده؟ لا والله انا مش قصدي حاجه. لا الطبيعي للولد، مهما قوه البنت طبيعي الولد يكسب بنت. بس طبعا كابتن سيد طول عمرنا الماتش صعب جدا يعني. اكيد. انا بجاوب الاجابه من القلب على طول عشان بقى يعني تشوف البنات. مش بفكر. لا والله العظيم مش بفكر. يعني الاجابه بطلع على طول. انا فاهمه. ايوه طبعا فاهمه. لو ما كنتش لعب تنس طاوله كان زمانك ايه؟ كمل. لعيب كوره. ده انت بتحب الكوره. انت لحد دلوقتي بتتفرج على الكوره يا محمد؟ بتفرج على الكوره وبلعب كوره لحد دلوقتي. وبفهم في الكوره. طب ده هطلع احلل عادي. ايه ده بجد؟ حلو قوي. عرفنا محمد هيعمل ايه بعد التنس. لازم تحلل بعد كده. لازم تحلل معانا. اتحاد تنس الطاوله داعم ولا مقصر؟ لا داعم طبعا. مفيش اي حاجه شايف ان هي تنقص الاتحاد المصري لتنس الطاوله؟ والله لا بصراحة، يعني كابتن معتز وباقي أعضاء مجلس إدارة ونائب الرئيس كلهم لا الحمد لله داعمين لينا، وعلى طول اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لا يعني ما داعمين لينا. أتمنى إن شاء الله الفترة الجاية المزيد، بس نحاول نعمل معسكرات أكتر وبطولات أكتر. WTT نشارك، بس ده اللي أنا كلنا طالبه يعني. بيدعم منافسات البطولات. البيلي بيحب يعمل إيه وهواياته التانية؟ الكورة. لو ما فيش تنس طاولة يبقى الكوره. بحب العب كوره واتفرج على كوره، مع اني العب كوره ده غلط، بس يعني بلعب برضه. فعلا غلط عليك عشان اتصبت قبل كده منها. فعلا. ما ينفعش اقول كده يعني، بس انا قلت مش كده. مين مسيطر في مصر وافريقيا في تنس الطاوله؟ الحمد لله مصر، بعدها نيجيريا. الحمد لله مصر بعدها نيجيريا. يعني زي اهلي وزمالك كده. اخر الورقه. اخر ورقه. ده انت جاوبت على كل الورق بسهوله. فريق او لاعب نفسك تلعب قدامه وتكسبه؟ يعني ما فيش حد معين، بس كل مره بلعب فيها نادي الزمالك او منتخب نيجيريا اكيد ببقى نفسي اكسب نادي الزمالك او منتخب نيجيريا. بس انا مبسوطه بصراحتك بصراحه جدا يعني. في سلاسه كده ومفيش اي صعوبه في كابتن سيد برضو كان صريح قوي يعني. ده انتوا صحاب بجد بقى يعني. طيب بص، احنا هنعرض دلوقتي صور لشخصيات هتقول كلمه لكل حد فيه. تمام. فتعالى نشوف بقى اول صوره. بيبو. طبعا كابتن محمود اسطوره وقدوه ومثل اعلى لينا كلنا، ومبسوط جدا ان الناس سمتني يعني كابتن بيبو على اسمه، وربنا يديله الصحه يا رب. وبحب كابتن محمود جدا كمان، لما كان بيجي كان في برنامج زمان، كان يعني بحبه جدا، بحب اتفرج عليه جدا وهو بيتكلم وكده يعني. الصوره اللي بعدها كابتن اشرف عبد الفتاح. طبعا كابتن اشرف مدير الجهاز بتاعنا من 2004 وهو معانا، اتمنى ان شاء الله الله يفضل مكمل كده لحد النهايه ان شاء الله مع بعض يعني. يا رب.
الصورة اللي بعدها لدكتور علاء مشرف. دكتور علاء مشرف طبعا انا قلت لكم لو فضلت اتكلم عليه من هنا لبكره مش هوفي له حقه، وساعدني كتير جدا في التنس الطاوله وبره تنس الطاوله سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، فربنا يديله الصحه دايما يا رب يا رب. الصوره اللي بعدها معتز عاشور. كابتن معتز عاشور طبعا رئيس الاتحاد الحالي، حبيبي طبعا كابتن معتز، ربنا يكرمه طبعا ويوفقه دايما لصالح اللعبه ويفضل على طول موجود ويحقق كل اهدافه ان شاء الله يا رب. نروح بقى للصوره اللي بعدها كابتن ماجد عاشور. كابتن ماجد طبعا حبيبي ومدربي طبعا برده من زمان جدا من الناشئين لحد دلوقتي، اتمنى له برده دوام الصحه يا رب ويفضل على طول موجود معانا كده ومنور دايما يا رب يا رب. الصوره اللي بعدها كابتن خالد حبيبي طبعا ومدير النشاط الرياضي الحالي. كابتن خالد طلعت قبل كده معاه زمان ايام لما كان مقدم في البرامج يعني، وبحبه جدا من ايام لما كان هو حارس مرمى هاند بول، فاتمنى له يا رب التوفيق يا رب والنجاح يا رب باذن الله. الصوره بقى اللي بعدها ليه الصديق طبعا كابتن سيد، كلمت طبعا برضو عليه كتير مش هوفي له حقه، اسطوره لينا كلنا، بتمنى له اللي هو يلعب لحد اخر حاجه ممكنه، ربنا يوفقه طبعا دايما ويبعد اهم حاجه عنه شر الاصابات ان شاء الله. كابتن محمد للاسف الشديد وقتنا خلص. يعني انا اتبسطت ان انت كنت موجود معانا النهارده، بتمنى لك كل التوفيق واشكرك على مسيرتك المشرفه مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، انك رفعت اسم مصر في محافل دوليه كتير قوي، بتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي وان شاء الله اول ميداليه هتاخدها اللي جايه هتبقى معانا هنا ان شاء الله. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. كنت مبسوط معاك انت واميره، ربنا يخليك. شرفتنا يا كابتن. للاسف خلصت حلقتنا النهارده من الحريفه، استنونا في حلقه جديده.